وإلى صنعاء حيث ينضم إلينا مراسل أخبار الآن نبيل اليوسفي. نبيل، يا ترى ما هي آخر التطورات الميدانية من عندك؟ نعم محمود، بالنسبة للعاصمة اليمنية صنعاء فهي تشهد هذا المساء هدوءا بعد أن كانت قد عادت، أو ربما كانت الوساطة ربما قد كانت إلى حد ما لم تنجح، ولكنها الآن هناك بوادر بأن الوساطة ربما نجحت وهدوء في العاصمة اليمنية صنعاء، وإن كان الكثير من الناس ما زالوا يتهيبون من أن هذا أن تغيب بعد أن حصل هذا الصباح إطلاق نار وقد سلمت مبنى الإدارة المحلية، لكن إلى الآن ما زال هناك التخوف والوساطة ما زالت في مجراها كما يقول الشيخ عوض الوزير المصور بالوساطة. في العاصمة أو في شارع العاصمة الثقافية في اليمن كان هناك إلى الآن 20 قتيل في جيل 20 قتيل بعد أن تم اقتحام ساحة الحرية في محافظة تعز، والآن حتى هناك ممنوع الدخول إلى تعز، هناك تشديد في عملية الدخول إلى محافظة تعز وذلك من أجل اقتحام وإطلاق الرصاص الذي نفذهم مناصرون للحزب الحاكم كما يقول الشباب المقصرون، وكذلك هو من الحرس الجمهوري في محافظة تعز. في أبيان ما زال الاقتتال حتى هذا اليوم، وهناك بوادر بأن هناك وساطة تدخل ربما بين قوات الجيش والتي وعناصر تنظيم القاعدة التي تحتل مدينة زنجبار عاصمة محافظة ألكن. نعم محمود. طيب نبيل، يعني في ضوء هذه التطورات، يعني الخناق بدأ يضيق على الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، يعني من خلال احتشاد القبائل على الرئيس من جهة، وأيضا القوى المعارضة والثوار أو المتظاهرين المتواجدين في الشوارع اليمنية. بعض المراقبون يقولون بان هناك تضييق ناس في انفتاح اكثر من جبهه، منها جبهه محافظه أبيان بالاضافه الى جبهه قبيله نهم التي الان هناك الان باتجاه قبيله نهم التي حدث الصراع بينها وبين معسكر للحرس الجمهوري، كذلك في محافظه تعز وسط الاقصامات، هذه الامور فتحت اكثر من جبهه. بعض المراقبين يرون ان هذه هي الطريق التي ستوصل الرئيس اليمني او ستقنعه قناعه تامه الى التوقيع على المبادره الخليجيه، انه اذا لم يتم التوقيع ربما تتحول اليمن في طرفه عين، خصوصا وان الجميع يحملون سلاح وتعتبر اكبر دوله في حمل السلاح، ربما تتحول الى حرب اهليه لا تقتصر على العاصمه اليمنيه صنعاء فحسب، ولكنها تستغل الى بقيه المحافظات من المحافظات الصحراويه بالاضافه الى المحافظات التي في وسط اليمن كمحافظه تعز ومحافظه لحج ومحافظه وبقيه المحافظات اليمنيه. نعم نعم نبيل، يعني كل ما تتحدث عنه من تطورات ميدانية يأتي أيضا في ظل ضغوطات دولية على الرئيس علي عبد الله صالح، سواء بالضغوطات الممارسة عليه وبالضغوطات التي تتوجه إلى دول مجلس التعاون الخليجي، المشهد السياسي إلى أين يتوجه في البلاد؟ الآن هناك تخوف كبير جدا في الرامي على في الواقع اليمني، هناك أزمة كبيرة جدا برغم الأحداث التي مرت في خلال فترة قصيرة والاشتباكات، والآن ما يحصل أبيان هذا يقود اليمن الى 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 الهاويه، خصوصا ان هناك انهيار في الاقتصاد، فهناك ازمه في النفط، هناك ازمه في الغاز، هناك ازمه في المواد الغذائيه، كذلك الكهرباء منقطعه على اغلب محافظات الجمهوريه ولاكثر من نصف شهر، هذه الامور كلها تؤثر تاثيرا سلبيا مع الفقر الذي تعانيه اليمن، اذا فهنا اذا لم يتم التوصل الى حلول فان اليمن سوف يسقط سقوطا مدويا على اعتبار انه من الدول الفقيره وعلى اعتبار انه ذو الكثافه السكانيه كبيره ودخل منخفض، اذا هذا سيؤثر تاثيرا كبيرا على اليمن التي توشك على السقوط بين لحظه واخرى، هذا بالاضافه الى الحرب الاهليه والحرب الامريكيه التي حتى لم يتم الحل ما بين لحظه واخرى. نعم نبيل اليوسفي مراسل اخبار الان كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات.